بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وارنا خير الفاتحين. ابناء الطلاب مرحبا بكم، ان شاء الله باذن الله سوف نبدا بتسميع نص ايات العلم. تمام، تمام، وائل ايه مستر؟ سمع كده النشيد. تمام مستر. رب بنينكم علموه هذبوه فتياتكن فالعلم خير قوام والعلم مال المعدمين إذ هم خرجوا إلى الدنيا بغير تمام، حطام، وأخو الجهالة في الحياة كأنهم ساع إلى حرب بغير سلاح، غير حسين. والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجرا ومقام. انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمام. صرف أمرها. ومحدث ال أو محدثين. أو محدث الكهربائي عجائبا، أو قائد أو غائص بالفلك وعوالم، أو مرسل وحي هوائي ومنطق. ثم الجمال. صم الجمال وبحفر وكلام، وهذا هو العلم حيث الحديث، فاقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام. ممتاز، الله يفتح عليك. سمعي أسماء. تمام ياسر. رب بنيكم عليهم هذبوا فتياتكم في العلم خير قوامي والعلم مال المعدمين إذ خرجوا إلى الدنيا بغير حطام، وأخوان جهالة في اهدي الحياة اهدي اهدي كأنهم ساعدوا. اهدي اهدي شوي، اهدي بس افهم بتقول ايه. واخون جهالتي. وأخوان جهالة في الحياة كأنهم ساعين إلى حرب بغير حسام، والجهل يخوض أمة ويذلها والعلم يرفع أجر المقام. انظر إلى الأقوام كيف تمدهم تلك العلوم إلى المحل السامي. من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمره بزمام، أو محدث بكهرباء عجائبا، أو غائص بالفلك أو عوام، أو مرسل وحي هوائي ومنطق. صم الجماد بأحرف وكلام، هذا هو العلم الحديث، فأقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام. الله يفتح عليك. ممتاز، ادم سمع. مني مستر اللي سمع. ايوه يا مستر، ادم ولا مين؟ ادم، ايوه ادم. رب بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فعلم خيركم والعلم مال المعدمين إذ هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام، وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، والجهل يأخذ أمة والعلم والعلم يرفع أجر المقام. انظر إلى الأقوام كيف سميت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. من راكب متن الرياح متن كأنه الرياح. كان متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمام، أو محدث بالكهرباء عجائب أو غائص بالفلك أو عوام. بالفرق كمل ماشي. او مرسلين أو مرسلين وحي الهوائي طلبتها في هوائي ومنطقين ثم الجماد. ومنطق ثم جماد بأحرف وكلام، هذا هو العلم الحديث، فأقبل زمار عليه يا بني الأهرام. ممتاز، الله يفتح عليك. رنا سمعي. رب بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوام والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام، وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام. انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمام، أو محدث يصرف أمرها بزمام، أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو غائص بالفلك أو عوام، أو مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجماد بأحرف وكلام، هذا هو العلم الحديث، فأقبلوا زمغا عليه يا بني الأهرام. ممتاز، عمر هاني سمع. رب بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوام والعلم مال المعدمين إذ هم خرجوا في الدنيا بغير حطام، خرجوا إلى وأخو الجهاد. حسين ما حضرش يا عمر؟ لا مش موجود. هو في الأكاديمي بجد، ممكن حصة فاتت حضر ام لا؟ مش فاكر صح. ماشي كمل. كمل.
انا كنت وقفت عند اخر جهالتي، صح؟ اخر جهالتي في حياتي كانه ساعي الى حرب بغير حسامي. والجهل يخفض امتنا ويذلها، والعلم يرفعها. اجل مقامي انظر إلى الأقوام. انظر الى اقوامي كيف سمت بهم تلك العلوم الى المحل السامي. راكب من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمامي، أو مهندس كهرباء عجائبا، أو خائض بالفلك أو عوام. أو مرسل وحي الهواء. مرسل وحي الهواء، ومنطق صم الجمادي بأحرف وكلامي. هذا هو العلم الحديث، فأقبله زمرا عليه يا بني الأرض. ممتاز. ياسين محمد سمع. سمع ياسين محمد. ياسين محمد موجود؟ موجود يا مستر. ياسين محمد سمعت بمريم؟ تمام. رب غنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير القوم والعلم مال المعدمين يزكم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام وأخذ شهادة في الحياة كأنه ساعي إلى الحرب بغير حسام والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجر المقام انظر الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم في المحل السامي إلى المحل من المحل السامي من راكب من راكب المتن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها مزامن ومحتس بالكهرباء عجائبا أو غائص بالفلك أو عوام أو مرسل وحي الهواء ومنطق سمى الجماد بأحرف وكلام هذا هو العلم الحديث فاقبلوه زمرا عليه يا بني الأهرام. ممتاز، عرفت عليك. ملك مستر، على فكرة حسين طلع من الأكاديمية، ممكن يرجع تاني أو لا؟ يعني بيطلع ويدخل مرة أخرى؟ لا، هو طلع من الأكاديمية خالص، بس ممكن يرجع تاني، مش عارفين. مش عارف والله. برضه نفس اللي كان عنده مشكلة في الإنترنت عن السابق نفس الحكاية. ظل فترة كده لا، خير. هو حاليا طلع من الأكاديمية خالص يعني، بس ممكن يرجع تاني، مش عارف الصراحة. تمام. طب سماع يا ملك، ما شكرا يا عمر. رب بنيكم علمه زبائن فتاكم في العلم خارق قوام والعلم مال المعدمين اسمهم خرجوا الى الدنيا بغير حطام اخذ جهلتي في الحياه كانوا سعيا الى خير بغير حطام والجهل يخفض امه ويذلها والعلم يرفعها اجل مقام انظر الى اقوام الاخرى كيف سمت بهم تلك العلوم الى المحل السامي من راكب متن الرياح كانه ملك يصرف امرهم بزمام او انه ملك يصرف امرهم بزمام أو محدث بالكهرباء جائبا أو محدث بالكهرباء جائبا أو غاز بالفلك أو عوان أو مرسل وحي الهواء ومنطق سم الجماد بأحرف وكلام هذا هو العلم الحديث فاقبله زمرا عليه يا بني الأخرام. ممتاز، شكرا، جزاك الله خيرا. سمع يا سندس. رب بنيكم وعلموهم هذبوا فتياتكم في العلم خير القوام والعلم مال المعدين إذ هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. وأخو الجهالة. وأخو الجهالة في حياتك أنه سعي إلى حل غير حزاني والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقامي انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل الثاني من الراكبين من ركوب متن الرياح كأنه ملك يصف أمرها بزمان أو مهتم بالكهرباء عجيبا عجيبا أو غاص بالفلك أو عواني أو مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجماد بأحرف كلامي هذا هو العلم الحديث فأقبله زمرا علي يا بني الأهرام. ممتاز، سمي عمر خالد. رب بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم في العلم خير قوامي وأخو الجهالة في الحياة والعلم ماله والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساعٍ إلى الحرب بغير حسامي والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقامي انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي أو محدث لا من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمام صرف أمرها يصرف أمرها بزمام صرف مش يصرف يصرف أمرها أي يصرف أمرها بزمام أو محدث بالكهرباء عجائبا أو غائص أو غائص قصدي أو غائص بالفلك أو عوامي أو مرسل وحي الرياح ومنطق ثم الجماد بأحرف وكلامي هذا هو العلم الحديث فأقبله زمرا عليه يا بني الأهرام. ممتاز، افتح عليك منا.
تمام. ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم مال المعدومين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام. والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام. انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي من مركب بثن الرياح كأنه ملك يصف أمرها بزمام أو محدث أو بالكهرباء محدثين. عجائبا أو محدث بالكهرباء عجائبا أو خائص بالفلك أو عوامي أو مرسل أو مرسل وحي الهواء أو منطق ثم الجماد بأحرف وكلام. هذا هو العلم الحديث فأقبلوا زورا عليه يا بني الأهرام. أفتح عليك. ياسين محمد موجود؟ لا مس. سمعت؟ لا. حافظ أم لا؟ أعرف مس. سمع. رب من يجيبكم علموا وهذبوا فتياتكم في العلم خير قامة وعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام فأخو الجهالة في الحياة كأنه ساعة للحرب بغير حساب والجهل يخفض الأمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام. انظر إلى قوم وكيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل الثاني من ركب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمان أو محدث بالكهرباء عجائبا أو غائط بالفلك أو عوام أو مرسل وحي الهواء وحي الهواء صم الجماد بأحرف وكلام. هذا هو العلم الحديث فأقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام. الله يفتح عليك. تمام. فأي طالب لم يقم بالتسميع يا شباب؟ هل من طالب لم يقم بالتسميع لم يسمع؟ إن شاء الله بإذن الله اليوم هندرس اللي هو الدرس التالي. درس طريق النور، تمام؟ درس طريق النور، طبعا الدرس ده يتحدث عن شخصية مرموقة اللي هي شخصية لويس برايل الذي فقد بصره، تمام؟ ركزوا يا شباب ان يعني هذا الدرس من الدروس التي تدل على الا مستحيل، يعني لا يوجد شيء مستحيل على الانسان، ولكن الذي يعجز على عن فعل شيء ويكون عنده ليس لديه إرادة لم يعني يفقد الأمل. إيه؟ بتقول إيه؟ يعني قصدي ما بيستسلمش يعني قصدك؟ أيوه، من ليس لديه عليك ألا تستسلم، تمام؟ كما سوف نقرأ أو كما سنقرأ في هذا الدرس. نبدأ كده بياسين وائل، اقرأ ياسين. تمام. في سنة 1812 في احد القرى الفرنسيه حدث ان طفلا صغيرا في الثالثه عصت شويه سين ان طفلا يبلغ الثالثه من عمره يدعى لويس برايل، يدعى يعني يسمى، تمام تمام صاحب اباه صاحب اباه اعرف لي اباه فاعل مرفوع بالضمه لا مين اللي صاحب هو صاحب مين اباه يبقى اباه ترابيه مفعول به مستر منصوب على مصبوغ اهم حاجه منصوب بايه بالالف صح لان الاسماء الخمسه ابدا الاسماء الخمسه شباب تنصب بالالف الاسماء الخمسه ترفع بالواو تنصب بالالف وتجر بالياء كمل تمام صانع السروج الى محله القريب من المنزل واخذ يلهو بمثقابين وجدهما هناك وبينما هو بيجري بها بهما اذ زالت قدمه فوقه صاحب اباه صانع السروج من يعرف بصانعه صانع يا مستر يا مستر مضارع فعل مضارع لا فعل ماضي يا مستر دي مش فعل اسم في هو في الحاجه اللي هنعرفها صانع دينات دناكر الكلمه اللي قبلها معرفه بالاضافه عدم معرف احوال يعني. حال كنه صانع يعني؟ لا مستر أكيد لا بدل صح بدل كل من كل بدل كل من كل يا شباب بدل أبوه شغال إيه؟ صانع سروج تمام؟ فلو صاحبه صانع السروج
صاحبة هو صانعة، لذلك كلمة صانع منصوبة، منصوبة. تمام؟ تمام. ركز، أنا أكمل يا ولدي. وإذا زلت قدمه فوقع على الأرض وأصاب زلت، زلت يعني إيه زلت قدمه؟ يعني تعثرت أو انزلقت. تمام؟ تحلق يعني. بس احنا يعني وقع يعني. ايوه مش هنكتب، لا نكتبها في الاختبار اتزحلق. ايوه انا بعرفكم من المعنى الفصيح. لا تمام كيف؟ فقط ذهب. فقط تزحلق. كمل. واصاب المثقبين في عينه فخبى النور منهما. اخبى يعني انطفأ. خلاص ما فيش نور. تمام. منهما حيث جزعت القرية كلها للحديث الأليم. بس قفل هنا. يبقى لما نسأل هنا يا شباب، كيف فقد لويس برايل بصره؟ كيف فقد؟ لما مستر يعني اتزحلق على لا يعني عندما عثرت قدماه، عثرت او عندما تعثر قدماه فوقع على الارض واصاب المثقابين عينيه يعني. ايوه هو تقول كده وقع عليه بالظبط يا مستر، على المثقابين يعني ماسك. بص هو بيلعب طفل صغير، هو ايه المكان اللي فيه مثقابين في الارض كده عادي؟ هو ابوه صنع سروج. يعني عارفين السروج؟ عارفين السروج؟ السرج بتاع الحصانه. هو ده. تمام. ابوه يصنع السروج، طبعا بيستخدم مثقابين زي الابره، عارفين الابره؟ زي الابره بس هو شويه كده. ايوه مستر. تمام. هو ماسكهم، ماسك المثقابين دول، هو ماسك المثقابين بيلعبهم هي كده، راح ايه تعثرت قدمه يعني الزحلق كما تقولون، فوقع فالمثقابين دخلوا في عيناه خلاص. لا حول الله. فهمتوها؟ مستر بس عندي سؤال. اتفضل. هو مين برايل؟ برايل ده مستر، هو اسمه لويس برايل. لويس برايل ده هو الذي اكتشف لغة طريقة الكتابة البارزة للمكفوفين. تمام. هو ده اللي صنعها يعني ولا اكتشفها؟ هو اللي ابتكرها. هو الذي قام. تمام كما سوف نقرأ في الدرس، كما سنعلم يعني سنعلم في هذا الدرس. تمام. يبقى فقد لويس برايل أسماء بصره. عندما كان يلعب في محل أبي صنع السروج كان يجري وتعثرت يديه وقع من الأرض وأصاب مثقبين عينيه فقد بصره. ممتازة. آدم كيف فقد لويس برايل بصره؟ فقد كان يلعب بمثقالين. ماشي. مثقبين مش مثقالين، مثقبين. مثقبين في محل أبيه وهو يجري تعثرت بهم فوقعت على عينيه ففقد بصره. تمام. من رنا كيف فقد لويس برايل بصره يا رنا؟ عندما كان يلهو ويلعب بمثقابين في محل أبيه صنع السروج، بينما كان يلهو تعثرت قدميه ووقع على الأرض وأصاب المثقابين عينيه. ممتازين. تمام فهمنا يا شباب. طيب كمل القراءة كده يا إذ بين آدم. ما هو؟ أنا بشوف لكم بس إعراب كلمة. أنا بشوف لكم إعراب كلمة بس. أسماء إعربي لي كلمة ما صلى النبي في كلمة كده جاء نظر عليها وأصاب المثقابين، إعربي المثقابين كده. أصاب المثقابين، إعربي المثقابين. شفتيها؟ نفكر فيه بس. يا ترى ايه، يا ترى ايه، يا ترى ايه؟ أصاب ده اسم انفعال. أصاب ده فعل. فعل ايه؟ فعل ماضي. مبني عليه. فعل ماضي مبني على الفتح. طيب ايه اللي أصاب؟ يبقى مسكون فاعل. فاعل مرفوع لم ترفع ايه؟ فاعل مرفوع لم ترفع الألف. أيوة كده. طيب يا آدم عينيه تعرب ايه؟ فين عينيه دي مستر؟ تخيل اهي تحت. تمام. وصوبه مسكوب عينيه. مستر انا في الاول اول ما شفت صورة الدرس فكرت زهقان من الكتاب فبيغمض عينيه ووف بقى وكده. لا لا هو مضاف الى مستر. طب ماشي ماشي.
لما نسأل كده أصاب، إيه اللي أصاب المثقابين؟ أصابوا إيه؟ عيني يبقى مفعول به، مفعول به تمام؟ أيوه مفعول به ماله؟ مرفوع علامة رفعه إيه طيب؟ مفعول وعلامة رفع الضم. هو المفعول به مرفوع؟ لا منصوب طبعا. وعلامة نصبه إيه؟ ما الصراحة طيب وعلامة نصبه الياء مفعول لما به مثنى، الياء ايه اللي مثلا؟ عينيه، المثنى كلمة عينيه مثنى، المفروض عينين صح؟ حذفت ايوه الإضافة، تمام؟ وضحت؟ وضح؟ في الدور؟ طيب لما نسأل عمر هاني، عمر هاني ما موقف القرية من مما أصاب اسمه إيه ده؟ لويس برايد، موقف القرية إيه؟ كان حنين؟ لا يبقى موقف القرية إيه؟ جذعت لجزعت، جذعت إيه؟ القرية. يبقى نسأل ياسين يعني إيه جذعت دي؟ إيه؟ يعني جذعت؟ حزنت، تمام؟ كرتها يعني همت يعني على الموضوع يعني. حزنت وهمت، تمام؟ لأن عكس الجزع الصبر، تمام؟ ياسين صحيح. تمام؟ طيب ياسين محمد، ما موقف القرية مما حدث لويس برايد؟ ايه موقف القرية؟ فرحوا؟ لا يا مستر. يبقى تقول لي جزعت القرية. مريم، ما موقف القرية مريم؟ مريم، أيوة. ما موقف القرية من إصابة الطفل برايل؟ القرية كلها قولي حزنت. اسمها حزنت القرية لذلك، تمام؟ ملك، ما موقف القرية؟ جزعت القرية كلها للحدث الأليم الذي أصابه. ممتازة. طيب كملي قراءة كده يا أسماء. ولكن ممكن أنا المرة الجاية؟ ده أنا خليك تعرف مين ده؟ مين عايز يكمل؟ أنا أقرأ يا مستر. أسماء تقرأ، بس مين اللي قال لي أكمل المرة الجاية عشان أخليها؟ عمر خالد. عمر عمر خالد. خالد؟ ماشي يا عمر، اجهز. ولكن الطفلة، تمام. ولكن الطفل كان خفيف الروح حد الذكاء، لحظة فبعد بس عن ممكن تقف كده. الفراغ. ولكن الطفلة يا عمر خالد، عرف كلمة الطفلة؟ اسم لكن منصوب علامة نصبه فتحة. أيوه اسم لكن منصوب. طيب لكن الطفلة أين خبر لكن؟ كان خفيف الروح، ولكن الطفل خفيفة خفيف لا الروح. لا يا ولدي، كان كلها من اول، كان خفيف الروح، كان فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يقعد على الطفل. ايوه فكرتك بتقول على لكن. ما هو خبر لكن كان كلها، الجمله دي كلها جمله كان خفيف الروح، تمام؟ وكلمه خفيف يا خبر، كان هو خفيف الروح، تمام؟ الروح مضاف اليه، تمام؟ تمام. حد الذكاء، طب حد تعرب ايه؟ أنا أنت. هو حد الذكاء يعني خبر تاني، كان خبر ثاني، كان خفيف الروح، كان حد الذكاء، بس خبر ثاني لا مشكلة، تمام؟ مستر هو ايه المبتدأ الثاني يا مستر؟ طيب يعني لو في خبر ثاني. الخبر الأول كان خفيف، خفيف خفيف دي خبر أول، اللي كان خبر، خبر منصوب على نصبه الفتحة. طيب لما اقول كان حاد الذكاء، جمله كامله ولا لا؟ الجملة كاملة يا مستر. كلمة حاد خبر تاني، المشكلة يعني شفتها؟ أيوة مستر. هو يعني طب ايه هو البنستر الفرق بين المبتدأ التاني؟ مبتدأ يعني لما نعربه بيبقى فيه مبتدأ ثاني، دي ازاي لا بتيجي؟ المبتدأ الثاني ده له حاجة، له حاجة خاصة تاني. المبتدأ الثاني لما اقول لك ايه، الطفل مثلا، الطفل ملابسه نظيفة مثلا، هي مش باينة بس ملابسه نظيفة، فملابسه دي في ضمير بيعود على الطفل، لابد من وجود رابط، لابد من وجود ايه، رابط هنا، تمام؟ فعندك في الجمله دي لكن الطفل، الطفل اسم لكن كان هو، الضمير المستتر اللي هو اسمه هو ده بيعود على الطفل، ده اسمه ده الرابط. فزي قلت لك الجمله دي كلها في محل ايه، في محل رفع خبر لكن. فهمتوا ليه؟ ايوه يا مستر. ايوه يا مستر. كملي اسماء، بدأ يتعلموا. كملي أسماء. بدأ يتعلم القراءة. بقرأ إيه مستر؟ ممتاز. بدأ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة التي كانت معروفة حينذاك، وكان ارتفاع كل منهما عن سطح الورق ثلاث بوصات،
ثلاثة بوصات وعرضون يكون عند ثلاث بوصات، شخصين. البوصة عارفين البوصة؟ دي وحدة قياس. أيوة يا مستر. البوصة دي وحدة قياس، تمام؟ البوصة دي وحدة قياس زي اللي بتاعت الشاشة تقريبا، بس أنا صراحة لا أعلم ما تساوي كم سنتي صراحة يعني. البوصة ما أعرفش تساوي كم سنتي. لما نسأل كيف تعلم برايل، كيف تعلم برايل يا ملك؟ كيف تعلم برايل في بداية تعلم كيف؟ عن طريق إيه؟ بتركة الحروف البارزة التي كانت معروفة في ذلك الوقت. أيوة، يبقى كيف تعلم برايل يا سندس؟ تعلم كيف؟ عن طريق الحروف البارزة في هذا الوقت. ممتازة. عمر خالد، كيف تعلم برايل يا عمر خالد؟ في هذا الوقت. عن طريق الحروف البارزة. طيب يا منى، هل أشبعت هذه الطريقة رغبة برايل؟ هل أشبعت رغبته؟ لا لم تشبع. تشبع، لم تشبع رغبة الغلام، لم تشبع رغبة الغلام. لماذا يا شباب؟ لأن ضخامة الحروف المستعملة فيها كانت تحول يعني تمنع دون الانتفاع. تخيل أنت مثلا لكي تقرأ قصة مثل قصة درس مثل هذا حرف، تخيل أنت تمام، احنا كاتبينه فرقتين ثلاثة، لا هم تجد كثير تجد كثير، تمام. يبقى ياسين وائل، هل أشبعت هذه الطريقة رغبة الغلام؟ لا يا مستر، لماذا؟ عشان يا مستر يعني عشان الطموح بتاعه، يعني يا مستر عنده طموح يعني. ايوه، لا بسبب ضخامة الحروف المستعملة التي كانت تحول اي تمنع يعني دون الانتفاع، وكانت كتابة قصة قصيرة بواسطتها تستغرق عدة مجلدات لكي تكتب قصة قصيرة بهذه. يا مستر مستر مستر، هو ازاي مستر كانوا يعني بيعرفوا الحرف؟ يعني لو الواحد قام مثلا ازاي هيعرف الحرف ازاي يعني؟ أنا أقول لك الطريقة بتاعت برايل، أنا أقول لك خلاصة طريقة برايل، تمام؟ كده عن طريق ان هو يلمسها بايده. لا لا، هو كانت الحروف البارزة يعني الحروف، مثلا حرف الألف، يعني أنا ما أعرفش طريقة الحروف البارزة، بس مثلا حرف الألف يكون مكتوب مثلا كده على الورق، على الورق مكتوب كده هو ألف كده، بس بارز. كيف بارز؟ يعني مثلا مثقب أو يكون بارز لأعلى، تمام كده ألف مثلا، فهمت؟ يعني بيعملوا شكل معين على شكل الألف يعني يا مستر ايوه، بيكتبوها لا اما بالثقوب على شكل الف، لا اما بيكون بارز على شكل الف فوق الورق نفسه ملزوق، تمام. على طب ما دي كده صعبة شوية يا مستر، ممكن ايوه الكتاب مثلا. طبعا صعبه كثير، تمام، لان هي هذه الطريقه حالت يعني منعت من لن يستطيع ان يقرا الكثير، فهمته؟ ايوه ايوه يا مستر، وضحت؟ يبقى أخيرا لازم يشوفها برضه. هو اعمل تمام، هو يحفظها بالشكل على فكره. من فاقد البصر أكثر ذكاء تجدهم من الناحية اللفظية، عندهم طلاقة في الكلام، لا تستطيع أن يعني تجابههم أو أن يعني تتحدث معهم، تمام، لأنهم طليقين جدا في الكلام، تمام. وأكثر الناس تعرف الحركات إيه، بمعنى تجده مثلا يقوم يحفظ عدد الخطوات بينه وبين غرفته، أو بين غرفته ودورة المياه، وكم عدد درجات السلم. ايوه مستر، ما اكيد يعني عشان لو خلاص كده الحواس عنده اتطورت. لا، ما هو بيعد كل ده على فكرة، يعني حاجة. وعلى فكرة مذاكرته للسماع أقوى بكثير جدا، تمام، يعني المذاكرة، تخيل أنا أقوم بشرح الدرس مرة واحدة، تمام. أنت تمام. هو الطالب ممكن من أول مرة خلاص كده بالنسبة له، لأن هو اعتاد على ذلك. طيب نستكمل يا شباب. كملي أسماء قراءة كده. تمام. وأرجو أن يكون عن بوصتين، عن أن هذه الطريقة لم تشبع رغبة الغلام الطموح، إذ أن ضخامة الحروف المستعملة فيها كانت تحول دون الانتفاع بها، وكانت كتابة قصة صغيرة بواسطة تستغرق عدة مجلدات. يبقى طبعا هذا، هل ينتفع بهذه الطريقه؟ لم ينتفع بهذه الطريقه. ليه؟ لان ايه، لكي نكتب قصه قصيره طبعا تستغرق عده مجلدات، تمام. كملي يا ادم. طيب، لكن قلقه، لكن قلقه كان يزداد كلما تقدمت به السن، فقد كان يحب أن يقرأ ويكتب بسهولة، فاستعان بفكرة أحد الضباط في استخدام نمط يبقى لماذا على كان، نافذة. لماذا كان قلقه يزداد كلما كبر في السن؟ ليه؟ يا مستر، لماذا كان قلقه يزداد؟ لماذا كان قلقه بيزداد؟ لأنه
لأنه كان عشان هو كان بيحب القراءة أيوه والكتابة وبسهولة ممتاز. يعني. لما نسأل منا لماذا كان قلقه يزداد منا؟ لأنه كان يحب يقرأ ويكتب بسهولة. تمام، لماذا كان قلقه يزداد يا عمر خالد؟ إنه كان يقرأ ويكتب بسهولة. لأنه كان يحب القراءة والكتابة، وهذه الطريقة طبعا تحول إيه؟ تحول دون الانتفاع، يريد أن يقرأ كثير. من أين سوف يأتون بكل هذا؟ تمام؟ طيب كمل يا ولدي. فقد كان يحب أن يقرأ فاستعان. لقد ثمانية وفين وعلامات بدلا من الحروف على أن يقوم بإحداث سكون.